لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وصحف أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 59 في سلسلة دروس رياض الصالحين. بدأنا في الدرس الماضي بالحديث الثالث في باب المراقبة، وهو ما يرويه ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، اني اعلمك احفظ الله يحفظك وجاهك، اذا سألت واذا استعنت فاستعن بالله، اعلم ان الامة لو اجتمعت عن شيء لم ينفعوك الا بشيء، واعلم ان الامة لو نفعوك بشيء لن يضروك الا الله عليك، رفعت الاقلام وفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي روايه غير الترمذي او بزياده او باختلاف في هذه الكلمه: احفظ الله تجده امامك بدلا من تجاهك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده، واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك، واعلم ان النصر مع الصبر، وان الفرج مع الكرب، وان مع العسر يسرا. بدانا بشرح هذا الحديث في الاسبوع الماضي او في الدرس الماضي، ووقفنا عند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وختمنا درسنا بسؤال وجواب. أما السؤال فهو قول القائل: إن الناس كثيرا ما يكونون محفوظين بدون هذا الشرط، بدون الشرط الذي يذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: احفظ الله. فما قيمة هذا الشرط الذي يقوله المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وأجبنا أو بدأنا في الإجابة، فقلنا: أولا، ينبغي أن نعلم معنى الحفظ. ما معنى أن يحفظ الله العبد؟ ترى إذا حفظه اليوم ووكله إلى نفسه غدا، هل يسمى هذا حفظا؟ ترى إذا متعه اليوم وأشقاه غدا، هل يسمى هذا حفظا؟ وتساءلنا مع عقولنا فوجدنا أن الجواب: هذا لا يسمى حفظا. وضربنا لذلك مثلا أن يكون زيد من الناس قد حكم عليه بالإعجاب، كتعبير عن الشقاء، الشقاء النهائي. وقبيل تنفيذ هذا الإعدام جيء به بساعات، فمتع بكل أنواع المتع، وسئل عن أشهى ما تلذ، ما يلذ لنفسه، وما يطيب لقلبه، وما تتمتع به عيناه، فقرب ذلك كله إليه، وأعطي ذلك كله بكرم وسخاء. هل في الناس من العقلاء من يقول إن هذا حفظ؟ قطعا لا. ولو تصور هذا الذي سيلقى في وادي الشقاء الذي لا سعادة بعده، لو تصور أنه سعيد، إذن هو غبي. وقلنا إن حياة الإنسان التي تفيض متعة ومدارا اليوم، لكن إن لم تكن هذه المتعة مضمونة البقاء
وإن كانت هذه المتعة مهددة بنقيضها بعد حين فالصورة هي هي والمثل هو هو، وفارق اتساع الزمن أو ضيق الزمن لا يغير من الحقيقة شيئا، وهذا هو الفارق فقط. وقد نبه القرآن الناس السابرين إلى هذه الحقيقة، يعني أن لا يتصوروا أن طول الزمن يغير من الحقيقة. نبه القرآن إلى هذا في آيات كثيرة، سقنا بعضها في الدرس الماضي من مثل الحوار الذي يجريه رب العالمين مع الذين يكونون اليوم مغرورين ومغشوشين بالمتعة المؤقتة. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسألوا العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أيضا البيان الإلهي يعبر عن هذا المعنى بأسلوب آخر، يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. إذن لا يسمى هذا النوع من الحياة الحفظ الذي ضمنه الله بالعبد أبدا. هذا جزء من الجواب ذكرناه آنذاك. الجزء الآخر أن هذا منهر حفظ موقوت، ما ننسى موقوت كما قلنا الآن ليس دائما، وهو مع ذلك ليس حفظا حقيقيا، هو منهر حفظ. أعني أن مضمون الحفظ غير موجود فيه. معنى السعادة ولباب السعادة غير موجود في حياة هؤلاء الناس الشاربين الذين لم يعرفوا ربهم ولم تصل حياتهم فهما وسلوكا بالله سبحانه وتعالى. هؤلاء قد ترى في حياتهم مظهر ما يسميه رسول الله حفظا، لكن لا تغتر فتتصور أن هذا المظهر دليل على السرائر أو دليل على الباطن. لا أبدا، هؤلاء ليسوا سعداء، وأنا ضمينا بما أقول، وأستطيع كما قلت مرة أن أقسم بلسانهم لو أنهم أرادوا أن يقولوا الحق وأرادوا أن يعبروا عن مشاعر أنفسهم. هذا ليس حفظا. الحفظ المعنى الذي يريده المصطفى عليه الصلاة والسلام من الحفظ السعادة بكل مقوماتها، والسعادة إنما تستقر في أعماق القلب ولا تلتصق بظواهر الجسم. ما حدا يقول هذا الكلام؟ هؤلاء الذين ما يزال بعض من إخواننا وشبابنا مغرورين بهم، مخدوعين بمظاهرهم، وأنا يعني أقولها فعلا أن المظاهر البراقة قد تخدع. هؤلاء يتصورون أن هذا الإنسان التائه عن ربه البعيد عن معرفة ذاته وذات الإنسان أنه عبد لله، يخيل إليهم أنهم سعداء وما هم بسعداء. يظن هذا الإنسان، لماذا لا يكون سعيدا؟ المال موجود والدار موجودة ومقومات الرفاهية والترف موجودة، وها هو ذا يتنقل من لهو إلى لهو إلى لهو. هذه هي الأشياء التي نعم تسر النفس، فلماذا لا يكون سعيدا؟ هكذا يسأل نفسه أحدنا. لا، هذا شقي، وتحليل شقائه أنه طالما كان في أتوه وعبده هو يرحل نسيان للذات،
يمر بمرحلة ذهول عن ذاته وما يعتلج في دخائلها من آلام تعتصره. طوال وجوده في ذلك النادي في ذلك الملهى، طوال تقلبه في قصفه وشرابه، لا تقل هو سعيد، قل هو ناسي ظاهر لذاته. فإذا انتصف الليل ومال وانتهى ساعات اللهو وعاد إلى داره واستيقظ إلى ذاته، بدأت مشاعر الشقاء والاستيحاش تلسع قلبه، لا أقول ظهره، وبدأت مشاعر الضيق ومعاني الكرب الخانق تطوف بفؤاده. هو هكذا يتقلب في فراشه تقلب الإنسان الموجود. نعم، لكن بماذا يمني نفسه؟ وأنا أحلل لكم حياة هؤلاء الناس حتى لا يغتر إنسان بهم. بماذا يعزي نفسه هذا الإنسان؟ عندما يشعر بالكرب الذي لا يعلم من أين يأتي، عندما يشعر بالضيق يعزي نفسه بأن يذكرها بأنه على موعد مع حفل مثله غدا. فهو يقول في نفسه غدا سنثمر ثمرا كهذا. كلما شعر بالكآبة، كلما شعر بالوحشة، كلما شعر بالضيق، ذكر نفسه أنه غدا على موعد مع كذا، مع له، مع ثمر، إلى آخره. فهو يطارد شقاءه بالموعد الذي يتأمله. وهكذا حتى يأتي الغد، وحتى يغوص في حمأة لهو كذلك اللهو الذي سبق، أيضا يذهب، أيضا ينسى نفسه، ويسمي هذا النسيان سعادة. ها هنا الخطأ. وبعد قليل يصحو مرة أخرى وإذا بالكآبة معه على موعد، وإذا بالضيق فعلا معه إلى دخائله، يلجأ إلى النفخ وتنفس السعداء. لو أردت أن أصور لكم بأدق من هذا لصورت. نعم، وهكذا يمني نفسه بأمل آخر وموعد قادم ولهو آخر، وهكذا تصبح حاله مثل حال الإنسان الظمآن الذي لا يجد أمامه إلا ماء مالحا، فإذا شرب ازداد ظمأ. يمني نفسه مرة أخرى بكأس ثانية، لكن هذه الكأس لا تزيده أيضا إلا ظمأ. هؤلاء الناس هذه حالهم، ولو لم يكن الأمر كما أقول لما تسارعت إليهم الأمراض النفسية والأوضاع الجسدية، ولو لم تكن هذه حالهم لما رأيت نسبة الذين يودعون الحياة الدنيا وهم في ألم منها. لم تجد هؤلاء الذين يودعون حياتهم كلهم أو كلهم من هذا الصنف من الناس. إذن خطأ كبير جدا أن يقول لنا قائل إن هنالك أناس لم يعرفوا الله ولم يؤمنوا به ولم يؤدوا شيئا من حقوقه وهم مع ذلك سعداء. نعم، أنت تخطئ إن قلت إنهم مع ذلك سعداء. قطعا البعض منهم يكذب إن سألناه، لأنه لا يريد أن يضيف إلى كآبته شقاء شماتة الناس به، فقد يصور لك أنه يعيش كل أيام السعادة وأنه مغمور باللذائذ وهو يكذب. ولكنه إن أراد أن ينصف عبر لك عما في نفسه، وكم حدثني أناس عنه
ولا سيما من ساروا مراحل من حياتهم في دروب الدواء ثم هدوا الى سواء الصراط المستقيم. اسمع الى الواحد منهم وهو يترجم لك حياته السابقه وهو يعبر عن شقائه وهو يصور لك كآبته كما قلت واكثر. اذا السعاده الحقيقيه اين توجد؟ توجد عند ذلك الانسان الذي غرس نواتها في قلبه، فاخضر نبت السعاده في فؤاده ثم ترعرع هذا النبت واثمر. هذا هو الذي يسعد. طيب غرس السعاده كيف يغرس في الفؤاد؟ بان يعرف الانسان قبل كل شيء انه عبد لله، مملوك لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يتامل في علاقه رب العالمين به، وكيف ان الله سبحانه وتعالى يحتضنه برحمته من فرقه الى قدمه، امده بالوجود ثم استمر امداد الله له لحظه فلحظه، يتامل فيجد ان كل عطاء من الله وكل احسان من الله، وما المحسنون في الدنيا بحسب الظاهر ان صحت التسميه محسنين الا جنودا للمحسن الاوحد وهو الله سبحانه وتعالى. فيفيد حب الله في قلب هذا الانسان ويصير جهد استطاعته بدافع من شعوره بالعبوديه ثم شعوره بالمحبه لهذا الاله، يسير في الطريق الذي رسمه الله سبحانه وتعالى له. انت تتعامل مع من خلق قلبك وابدع مشاعرك بهذا الشكل، اتراه لا يتجلى على قلبك بالاسعاد؟ اتراه لا يتجلى على مشاعرك بادخال السرور والفرحه فيه؟ لا، الرب سبحانه وتعالى ارحم بعبده من ان لا يكرمه بهذه الكرامة التي احدثكم عنها. لذلك نقول ان العبد الآبق شقي، الآبق الذي فر من سيده ولم يجد امامه الا الصحراء. نعم تسلمه بيداء الى بيداء، لا يرى من يرأف به ولا يرحمه ولا يستانس اليه، لانه كان المؤنس الوحيد له سيده. هذا الانسان انما يشعر بنفسه، يتعرف على ذاته، يشعر بسعادته عندما يرجع الى سيده ويركن الى الدار التي لقي الانس فيها ولقي السعاده فيها. هذا هو مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. ثم لا ننسى ان لله سبحانه وتعالى سننا في عباده، يستدرج من يشاء ويبتلي من يشاء، آنا يبتلي بالمصائب وآنا يستدرج به الحسنات والعطاء. لا تغتر، نعم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا شيء. ولا تنسى ايضا انهم اشقياء فيما يتمتعون به، وهذا شيء حقيقي. ومع ذلك فان الله عز وجل ضمن لك ان تعيش حياه سعيده طيبه كما قال في محكم تبيانه، سواء اعطاك من حيث الكم الكثير او اعطاك الوسط او اعطاك القليل. لا تقف عند الكم ولا تقف عند المظاهر، وانما عليك ان تطلب من الله عز وجل اسعاد قلبك وملء فؤادك
بالسرور والرضا عن الله سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب. نعم. وإذا عرفنا ذلك فقد زال الإشكال. الجملة الثانية تأكيد، احفظ الله تجده اتجاهك. أي وقلت معنى الحفظ حفظ العبد لله، فهمنا معنى هذه الكلمة ولا نعيدها. احفظ الله فإنك إن حفظته تجده أسرع في الاستجابة لما تطلب ممن هو أمامك، يعني يسمعك إن دعوت ويرى تضرعك ويرى سؤلك ويسمع شكاتك. هذا معنى تجده تجاهك، أي هو سريع الاستجابة لك، كما قال ذلك الشاعر المجهول الذي قال إنه رؤية هذه الأبيات منقوشة على حجر صلب في باطن صخرة، في باطن صخرة. قصيدة أولها: أنا الموجود فاطلبني تجدني، وإن لم تسوى فلم تجدني. نعم، فاطلبني تجدني. الطلب هو حفظ الله عز وجل، والوجود هو ما عبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم تجده تجاهك. فإذا عرفنا هذه الحقيقة تأتي الوصية الأخرى مرتبة عليها ومتفرعة عنها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، السؤال لابد منه. ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن أردت أن تسأل؟ قال إذا سألت. والفرق بين إن وإذا في العربية معروف ومشهور. الشيء الذي نتردد في وقوعه ممكن أن يقع وممكن أن لا يقع، نعبر عن احتمال وقوعه بماذا؟ بإن. والشيء الذي لا بد أن يقع نعبر عن وقوعه بإذا. تقول إذا طلعت الشمس جئتك، لا تقول إن طلعت، إنها ستطلع بإذن الله تعالى. فالرسول يقول إذا سأل، وهذا يعني أن العبد من شأنه السؤال، ذلك لأن الإنسان فقير وإن خيل إليه أنه غني. أنتم الفقراء إلى الله، والله وحده هو الغني الحميد. إذن الإنسان ضعيف ومن شأن الضعيف أن يسأل، لكن ها هنا يقع التيه، وها هنا يجد الإنسان نفسه أمام مفترق الطرق. سؤال لابد منه، يرى نفسه بحاجة، لكن من الذي يسأله؟ من الذي ينبغي أن أتقدم إليه بالسؤال؟ أمامي عدة طرق، وما أكثر من يتيهون هنا. يا ترى هو رجل فقير يطرق باب غني مثلي؟ هو رجل ضعيف في جسمه يطرق باب قوي في جسده؟ هو رجل لا يؤمن به في المجتمعات يطرق باب رجل شريف في قومه؟ هو رجل يحتاج إلى قضاء مصلحة من مصالحه يطرق باب مسؤول من المسؤولين؟ يطرق باب من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ينقذ هذا الإنسان الضعيف من حيرته ويخرجه من تيهه ويدله على الغني الأوحد القوي الأوحد الذي يملك أن يعطي كل شيء يحتاج إليه كل شيء ولا يحتاج هو إلى شيء. نعم. يقول إذا سألت فاسأل الله، لا تعلق قلبك بأحد غير الله سبحانه وتعالى. وهذه يعني من أجل وأولى ثمرات الإيمان بالله عز وجل. فإذا أردت أن تجرب إيمانك أهو إيمانا قوي ثابت
في تربة اليقين العقلي والشعور الوجداني أم لا؟ تمتحن نفسك بهذا الموقف، هل قلبك متعلق بالناس أم بالله؟ هل آمالك موزعة بين فلان وفلان وفلان، أم آمالك مبثورة متجهة إلى الله وحده؟ فإن رأيت مشاعرك قد انتشرت أوزاعا متعلقة بهذا وهذا وهذا وذاك، فأعد النظر في إيمانك فإن فيه زغلا، وربما كان مظهر إيمان وليس بالإيمان الحقيقي. لكن إن رأيت أن عقلك ومشاعرك كل هذه المعاني تجعلك لا تتعلق بأمل، بمطمع، برغبة، برهبة إلا بالله سبحانه وتعالى، إذن فأنت مؤمن حقا. نعم. لكن إذا سأل فاسأل الله. هذا الذي يأمرنا به رسول الله ليس دعوة إلى أن نتجاهل الدنيا التي نعيش فيها، وليس دعوة إلى أن نستكبر الأسباب التي أقامها بيننا ونقول إنني أريد أن أنفذ وصية رسول الله فلا أسأل غير الله عز وجل. لا، ليس هذا مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هذا معنى، إنما المعنى أن لا يتعلق عقلك ولا قلبك بأن في الناس كلهم أو في الكون كله من ينفع غير الله ومن يضر غير الله، هذا هو المطلوب. ثم إن عليك بعد هذا أن لا تمد يد الطلب إلا إلى الله، ثم أن تنظر فيما أقامك الله فيه، تتحرك في هذه الدائرة. أقامك الله في عالم الأسباب، تتحرك مع الأسباب. أقامك الله لأسباب وظروف في عالم التجريد، تجرد نفسك عن الأسباب، أي تعيش مع ما أقامك الله عز وجل فيه. وجدت نفسك قوي الجسم، ذا عقل وفكر، قادرا على عمل، قادرا على صناعة، على زراعة، على تجارة، على أي عمل من الأعمال، ووجدت أن مجتمعك بحاجة إلى هذا العمل، إذن أقامك الله في عالم الأسباب، تتحرك ضمن هذا العالم وتتجه إلى ما يتناسب مع كيانك من هذه الوظائف وهذه الأعمال. فإذا ما سألك عقلك أأنت معتمد على العمل، على الوظيفة، على الصناعة والتجارة، رأسا ليجبك عقلك الذي سأل، لا بل أنا معتمد على عطاء الله عز وجل مظهرا ومخبرا، ولكني متأدب مع عالم الله الذي أقامني فيه، أقمت في عالم الأسباب، فينبغي أن أكون أديبا مع الله عز وجل، أتعامل وأتحرك في هذا العالم ذاته. لا تقول هذا الكلام شعارا كما يفعل بعض الناس، هم كله في تجارته وقلبه متعلق بهذا المصدر، لكن إذا سئل يجمل حديثه بكلمة والله الاتكال على الله، نحن عم نسعى على الله الباقي. لكن إن دققت النظر تجد أن هذا الكلام شعار وضعه على صدره أو يجمل به لسانه، والحقيقة كل عقله وقلبه متعلق بهذه التجارة. لا، ليكن عقلك متعلقا بالرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، عقلك وقناعتك تامة، ولكن ليكن جسمك ونشاطك وإقبالك الظاهري على الدنيا، كما قال الإمام فخر الدين الرازي
رحمه الله تعالى: كن ظاهرا مع الخلق وباطنا مع الحق. ظاهرا مع الخلق ممارسة تدفعك إليها وظيفة الأدب مع الله فقط، ثم إن رأيت أن الله أقامك في حال من الحالات في عالم التجريد، ما أتيح لك عمل، ما أتيح لك شيء، ورجعت إلى الدار خاوي الوفاق، لا تفكر ولا تحتر ولا تضرب أسباب بأسباب، بل قل: إن الله هو الرازق والله سبحانه وتعالى هو المتفضل وهو المكرم. قل هذا بقرار عقلك قبل أن تقوله بلسانك. إن وجدت نفسك في صحراء يعني يشتغلن بالك بالرزق وما إلى ذلك، اعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي أقامك في هذه الحال سيبعث إليك رزقك. فانظر إلى الحال التي أقامك الله فيها، انسجم معه، عندئذ تكون قد وفيت بهذه الوصية تماما. الوفاء، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألت فاسأل الله. ولكن الرسول علم أصحابه كلهم أن يكونوا عمالا، وأن يشتغلوا، وأن يكدحوا، وأن يعلموا أن الله سبحانه وتعالى أقام هذه الحياة على هذا النظام، لكن مع الاتكال على الله سبحانه وتعالى وصدق التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما توفي رسول الله، يعني قبل وفاته، ماذا كان العرب يعرفون من الصناعات؟ ما كانوا يعرفون شيئا. معظم الصناعات كانت تأتيهم من الأنباط ومما حولهم ومن بلاد الروم والفرس ونحو ذلك. نعم، حتى إن الأقمشة كانت تنسب إلى بلادها، إشارة إلى أنها لم تكن معروفة كصنع عند العرب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما إن رحل ونمى ذلك الرعيل الذي أدبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وربا، حتى اتجهوا جميعا إلى الصناعة، وانتشرت الصناعات كما يقول ابن أمير الحاج في كتابه المدخل انتشارا مذهلا بين العرب. الصياغة انتشرت عند العرب ولم تكن معروفة إلا عند اليهود، عند المسلمين. النجارة اشتهرت عندهم، العبادة اشتهرت عندهم، التجارة، مختلف الصناعات. كان كثير من الصناعات لا يعرفها الناس إلا عند الرومان أو اليونان، انتقلت إلى العرب لا أقول خلال قرن من الزمن، بل خلال 10 أعوام فقط. لهذا المعنى كثير من الناس لا يتنبهون إليه، يظنون أن أصحاب رسول الله كانوا يتقنون فن التوكل على الله وهم جالسون، كانوا يتقنون فن التوكل على الله وفن التعلق بالله والتشبث بما عند الله من خلال كدحهم ومن خلال سعيهم في اتجاه الحياة. حتى التجارة، يعني تجارة آخر ما أقبل عليها العرب في 25 سنة الأولى من عمر البعثة النبوية أو الهجرة النبوية. ولكن ما الذي كان من شأن العرب فيما بعد؟ أتقن العرب من فنون التجارة ما لم يتقنه الذين كانوا يعني مخضرمين أو معروفين بهذا العمل من قبله. لكن كيف هذا؟ يقول ابن أمير الحاج عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه خرج مرة في خلافته إلى السوق، فرأى معظم التجار من الأنباط أجانب، يعني غرباء أعاجم غير مسلمين، فغمه هذا الأمر، وسرعان ما جمع الناس وخطب فيهم ودعاهم إلى التجارة. فقال قائل ولعله من الأعراب، قال له: يا أمير المؤمنين، إن الله كفانا التجارة بما سخره لنا من هؤلاء الناس الأنباط وأولئك الناس،
فغضب سيدنا عمر وقال والله لئن قلتم هذا ليكونن رجالكم خدما لرجالهم وليكونن نساؤكم خدما لنسائهم. هذا كلام انسان لو سمعته يخيل اليك ان هذا انسان يتكل على عمله يتكل على عبده يتكل على تجارته. لا، ها هنا تظهر عظمة الاسلام. عظمة الاسلام تكمن في ان الباري عز وجل ربى ويربي عباده على ان يجمع بين امرين في حياة الفرد منه. اما القلب فلا يؤمن بان هنالك نافعا غير الله، مؤتيا غير الله، مسعدا غير الله، مغنيا غير الله، ضارا غير الله، والعقل يعلم ذلك. واما السلوك فيسير طبقا لامر الله سبحانه وتعالى. كلفنا الله بعمارة الارض وانبانا عن قصة الانبياء والرسل، منهم من كان حائكا ومنهم من كان صانعا ومنهم من كان يشتغل في ضرب الاسلحة لصناعة الاسلحة والدروع ونحو ذلك. وباري سبحانه وتعالى دفعنا دفعا الى ذلك. اذا ليس من الاسلام ان يجنح الانسان الى العمل المادي ويدور معرحة هذه الحركة وهو ناس ان معين النفع والضر انما هو الله. وليس من الاسلام في شيء ان يعيش الانسان مع تصور ان النافع والضار هو الله وهو حقيقة، ويعرض عما امره الله سبحانه وتعالى به من التعامل مع الحياة ومن التعاون مع اسباب الرزق التي اقامها الله سبحانه وتعالى. اذا هذا هو لب الاسلام، وهذا لا يتنافى مع ان المسؤول هو الله سبحانه وتعالى. اي المريض اذا ذهب الى الطبيب فقال له نعم عالج الداء الذي اعاني منه، اكتب لي دواء ناجعا، هذا ما يقوله احدنا عندما يزور الطبيب. هل هذا يعني يتنافى مع قول المصطفى اذا سألت فاسأل الله؟ لا ابدا، بشرط ان تعلم علم اليقين ان الذي يشفيك هو الله عز وجل. لكن الاله الذي يشفيك قال ساشفيك، وتعامل مع الاسباب. ان الله ما انزل داء الا وانزل له شفاء. من حسن الادب مع الله ان تبحث عن الاسباب التي اقامها الله وتتعامل معها. اذا اتجهت الى الارض فطلعتها وزرعتها وخدمتها وسقيتها وتأملت خيرا من وراء جهدك، هل هذا يتنافى مع قولنا اذا سألت فاسأل الله؟ لا يتنافى مع ذلك. طيب اذا كل سبب، لاحظوا ما اقول ايها الاخوة، كل سبب اقامه الله في الحياة التعامل مع هذا السبب مع الايمان بان الله هو خالق الاسباب والمسببات هو جوهر الاسلام. نسير مع هذه القاعدة ومع تطبيقاتها الى ان نصل الى السورة التالية. هل الله جعل محمدا صلى الله عليه وسلم سببا من اسباب رحمة الله بعباده ام لا؟ اليس كذلك؟ ألم يجعل الله محمدا سببا من أسباب رحمته بالخلائق والعباد كما جعل الأعشاب أسبابا لشفاء المرضى؟ هل هنالك من يقول لا أو يرتاب في هذه الحقيقة؟ ما أظن أن أحدا يرتاب. فكما أنك في تعاملك مع أعشاب الأرض تتعامل معها وتستقي منها وتأخذ من أدويتها عالما أن الله هو الشافي، فكذلك لا يضرك في توحيدك وفي تطبيقك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، لا يضرك في ذلك قط أن تتعامل مع الرحمة المهداة إلى الخلائق وهو رسول الله
فتقول يا رب يا من جعلت محمدا رحمة للعالمين أسألك بهذه الرحمة أن تغفر لي ذنبي، أن تكرمني، أن تنظر إلي بعين الرأفة. هل هذا يتعارض مع قولنا إذا سألت فاسأل الله؟ فكر يا أخوانا بعقولنا. نعم، لو قلت إن هذا يتعارض من باب أولى ينبغي أن تمنع المريض من الذهاب إلى الطبيب، ومن أن يقول له يا فلان يعني اكتب لي علاج يخلصني من هذا الدواء، اكتب لي علاج نافع يخلصني من هذه الآلام. كثيرا مما يقول، بل كل ما ربما يقول هذا الكلام، لكن سرائرنا موقنة بأن الله هو الشافي. هل هذا الإنسان في هذه الحالة نعم سأل الطبيب بدلا من أن يسأل الله؟ ما أحد يقول نعم، ما أحد يكفر هؤلاء الناس. كذلك من تعامل مع الأسباب كلها إلى أن وصل إلى أجل سبب وأقدس سبب، لأقدس مسبب. أقدس سبب هو رسول الله، وأقدس مسبب هو الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. إذا أقبلت إلى رسول الله حيا أو ميتا وقلت اللهم، اللهم السؤال من الله، اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة، نبي الرحمة، أن ترحمني، أن ترزقني، أن تغفر لي، أن تسترني، قل ما تشاء. هذا مثل ذلك، بل هذا إلى جانب ذلك تقرب إلى الله وزلفى إلى الله سبحانه وتعالى. أريد أن أقول أن بعض إخواننا يستدلون بهذه الكلمة، إذا سألت فاسأل الله، ثم يشركون أو يكفرون أو يبدعون أو يفسقون من يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا صحيح؟ أبسط كلمة نقولها لهؤلاء الأخوة، يا أخي الكريم، إذا كفر من يأتي طبيبا، كفر من يقول كلاما من هذا القبيل كما قلت لك، كفر من يتعامل مع أرض يفلعها ويزرعها لأنه يعلم أنها سبب أقامه الله. ما الفرق؟ لماذا تظن على محمد عليه الصلاة والسلام أن يكون سببا لمغفرة الله لي، سببا لرحمته بي، ولا تظن على الطبيب أن يكون سببا لشفاء المرضى؟ سبحان الله. فإن قال قائل منهم كان ذلك في حياة رسول الله، وهذا الشيء العجب العجاب، في حياة رسول الله صحيحة الرسول علم الصحابة يتوسلوا فيه، قال للآمى قل اللهم إني أتوسل إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. لكن يا أخي لما توفي النبي ما عنده القدرة أنه يشفع لنا يرحمنا. أنا أسأل أي واعي من المسلمين، ألا تشمون في هذا الكلام رائحة الشرك؟ ألا تجدون أن هذا الذي يفرق بين حياة رسول الله وموته يزعم أن رسول الله له في حياته قوة مؤثرة ذاتية، بهذه القوة كنا نتوسل، فلما توفي ذهبت هذه القوة؟ ألا تشعرون أن هذا التفريق يدل على هذا الزعم؟ فنحن نقول والله لا نؤمن أن لرسول الله مثقال ذرة من تأثير، لا في حياته ولا في وفاته ولا بعد وفاته، ليس لك من الأمر شيء. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. لكن عندما نتوسل برسول الله لا نتوسل بقوة يتمتع بها إن كان حيا، لا نتوسل بطاقة بحيلة فكرية كانت ترفضه إذ كان حيا، إنما عندما نتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم نتشبث بأن الله أحبه وجعله رحمة مهداة للعباد. أنا عاصي، أنا مسرف على نفسي، أنا خجول من الله، من يشدخل عليه
انا حياتي كلها كانت معاصي، كيف بقول يا رب؟ الخجل من طبيعة العبد. نعم، فماذا يصنع هذا العبد الخجول؟ نعم، يجعل من احبهم رسول الله شفعاء. تقول يا الهي انا اخجل من ان اسالك، ولكني اجعل حبيبك المصطفى شفيعي اليك، اجعل نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم واسطتي اليك. فان كنت انا من البعد عنك ومن سوء الحال بحيث لست اهلا ان تنظر الي ان دعوتك او ان تلبيني ان وجدتك، فانا داخل على رسولك محمد عليه الصلاه والسلام اسالك بجاهه ان تكرمني. هذا استغراق في توحيد الله، وليس فيه شائبه شرك اطلاقا، لانه حبا في الله، والحب في الله هو منتهى التوحيد، وليس حبا مع الله حتى يكون شركا. نعم، اذا هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا سال فاسال الله. نقف عند هذا الحد ونتابع الشرح ان شاء الله في الدرس المقبل. الحمد لله رب العالمين. نعم، كما قال والدي في كلمه كان قد نشرتها له مجله نهج الاسلام هنا في هذه البلده، عندما اثار اللغط في موضوع اجتهاد النبي عليه الصلاه والسلام، يجتهد ام لا يجتهد، يخطئ ام لا يخطئ، ماذا قال؟ قال: اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبه لنا نحن دائما حق، دائما حق، يعني مهما كانت نتيجه اجتهاده لازم نحن نتبعه، ما لنا مكلفين ناخذ من غيره، لكن نتيجه اجتهاده بالنسبه لله عز وجل قد يكون حقا وقد يكون خطا. واضح لنا، فالله يملك ان يخطئ رسوله في الاجتهاد، اما البشر والعلماء لا يملكون ان يخطئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد. بهذه المناسبه ايضا اقول للاخوه، كان قد وقع لغط ايضا في مساله اخرى، وهو موضوع الصلاه على ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قلنا واوضحنا ان هذه بدعه، وان القول بها قول مخالف لدين الله سبحانه وتعالى، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى هو على ابويه ولا امر احدا بالصلاه على ابويه. نعم، والشيء الجديد في هذا ايضا يعني ان المساله نرجو الله ان تكون قد انطفات وخرجت فتنتها بكلمه ايضا كتبها والدي في هذا العدد الاخير من مجله نهج الاسلام في مساله حكم الصلاه على ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجاتهما. يا ترى ابوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاننا نرى ان الراجح انهما ناجيان، صار نصلي عليهم، ما في تلازم بينهما، في موضوع علم دقيق في هذا الموضوع ما احب ان يطلع عليه كل من كان في ذهنه شيء من التشويش في هذه المساله. ونسال الله عز وجل ان يرزقنا ويرزق اخواننا الذين يشتغلون بدين الله علما او تسليكا، نسال الله ان يرزقنا الاخلاص. فإذا رزقنا الإخلاص هذه الفقاقيع من الأمور تذوب وتزول، لكن إذا كنا نريد أن نجعل من الاشتغال بالدين إطار لشهرتنا سلم لأن نجعل لأنفسنا مركز دعاية، والله ما أكثر ما سيمزق دين الله فيما بيننا، لأن كل منا سيجعل منه أداة مظهره وكبريائه، فبيتمزق الدين بيناتهم، ما حدا غيران الدين، ما حدا همه الدين، كل واحد همه شهرته ومكانته، وهذا ما يقع اليوم في كثير من الاحيان. ونسال الله سبحانه وتعالى لنا وللمسلمين جميعا العفو والعافيه.
كمان الشيء المفهوم من هذه الآية ففهمناها سليمان وكلا آتينا فكرا وعلما. المعنى الدقيق للحديث الذي رواه أبو داود عن رسول الله مع القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، حديث صحيح، لكن في ناس مرات بمعنى على ضوء هذه الآية معنى من هما القاضيان اللذان في النار؟ قاض قضى بمسألة وهو جاهل فيها، الجاهل من يقضي وهو غير معذور إن أخطأ لأنه عرفان حاله جاهل. القاضي الثاني عالم قضى في المسألة بباطل وهو يعلم أنه باطل، أخذ رشوة، أخذ شيء، مشان عصبية، صاحبه، قريبه، جعل الحق باطلا والباطل حقا وهو يعلم ذلك. هذان هما النوعان من القضاة اللذان في النار. القاضي الثالث قاضي علم الحق فقضى به، علم الحق فقضى به، سواء كان قضاؤه به نعم صادف الحق في علم الله او لم يصادف يعني اخطا في الاجتهاد عليه. فاذا لا نقول ان القاضي الذي يقضي فيجتهد فيخطئ في النار، لا، لان الرسول قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. والآية هنا سيدنا داود كان قضى ثم غير قضاءه، هل أثم سيدنا داود بقضائه الأول؟ لا أثم، لأنه لم يكن جاهلا ولم يكن متعمدا أن يقضي بالباطل. فإذا القاضي الذي يقضي باجتهاده أخطأ أو أصاب مأجور إن شاء الله تعالى. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يعني لما حدثنا عن مزية سليمان عليه السلام في هذه القضية كأن هذا الكلام جعل مكانة سيدنا داود يعني أدى من سيدنا سليمان، فلفت الميال الإلهي النظر إلى مزية الكبرى أكرم الله بها داود، وقال وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا، هي كل وإن من شيء لا يسبح بحمده سواء في سيدنا داود أو ماذا، لكن الذي ورد في هذا تفسير هذه الآية أن سيدنا داود إذا كان إذا قام يصلي صلت الجبال التي من حوله معه، إذا قام يعبد الله سبحانه وتعالى يركع ويسجد تجاوبت معه هذه الطبائع أو هذه المخلوقات، بل حتى الطير أيضا. هذا معنى كلام الله وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. في آية تقول يا جبال يا جبال أوبي معه، يعني رددي معه تسبيحه. سيدنا داود ساعات من التبتل والعبادة موصوفة في الأحاديث وموصوفة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم، كانت يسموها مزامير سيدنا داود تلك التي كان يتبتل بها ويناجي الله سبحانه وتعالى بها. فمن إكرام الله عز وجل له أنه كان يجعل ما حوله من مظاهر الجبال والحجارة والطيور والحيوانات يردد معه تسبيحه وتتجاوب معه في ركوعه وسجوده وعبادته. العقل ينظر كيف يرى؟ كيف هذا؟ أتكون هذا؟ قال الله تعالى: وكنا فاعلين. هذا أمر حقيقي فعلناه. نعم. وليس أمرا مجازيا ولا مبالغة فيه. ثم نقف عند قوله تعالى وهذا كلام جديد: وعلمناه صنعة لبوس لكم. الحمد لله رب العالمين.